بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الرابع. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى أن من الناس، أي بعض الناس، وهم كثير، من يتخذ أندادا لله عز وجل. أندادا يعني أشباها ونظرا يساوونهم بالله سبحانه وتعالى ويعبدونهم مع الله ويحبونهم حبا شديدا، يحبون الأصنام ويحبون هذه الأوثان. وبسبب محبتهم لها عبدوها من دون الله عز وجل. ثم أخبر أن المؤمنين يحبون الله وحده لا شريك له، لا يحبون غيره محبة عباده. ثم ذكر مصير المشركين يوم القيامة. وارتباط هذه الآيات بما قبلها واضح، إن الآيات التي قبلها فيها إن الله سبحانه أخبر أنه هو الإله الحق وهو المعبود بحق، وأن ما عبد سواه فهو باطل، وذكر أدلة عبادته وأدلة استحقاقه للعبادة في أنه الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي أجرى الليل والنهار، وهو الذي يجري الفلك في البحار بما ينفع الناس، وهو الذي ينزل المطر الذي به حياة الأرض وحياة الناس وحياة الدواب، حياة المخلوقات، وهو الذي خلق ما دب على الأرض من سائر الدواب ورزقها، تكفل برزقها وعلم تفاصيل أمورها، هو الذي يصرف الرياح، وهو الذي يجري السحاب بين السماء والأرض ويسوقه محملا بالماء ثم يأمره
فيمطر ما فيه من الماء على ما يشاء سبحانه من الأرض. هذه كلها أدلة ربوبيته سبحانه وتعالى ووجوب عبادته وحده لا شريك له. ومع ذلك فإن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وهذه الأنداد لا تساوي الله جل وعلا ولا تستحق العبادة ولا تدبر شيئا من هذه الأمور التي ذكرها، بل هي مدبرة مخلوقة فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يتخذ من دون الله أي غير الله. وقوله يتخذ هذا دليل على أن ما عندهم أدلة، وإنما هم الذين اتخذوها بدون دليل وبدون شيء، والله جل وعلا لم يشرع لهم عبادتها، وإنما هم الذين اتخذوها من عند أنفسهم من غير ما برهان ولا دليل على عبادتها ومحبتها. والعجيب أنهم ينددون بها أي يجعلونها مساوية لله سبحانه وتعالى، مع أن الله ليس كمثله شيء، لا مثل له ولا شبيه له ولا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى. فهم جعلوها ندا لله وأشركوها معه في العبادة والمحبة، يحبونهم، يحبون هذه الأصنام وهذه الأوثان والأحجار والأشجار محبة شديدة. على أي شيء يحبونها؟ هل فيها شيء يقتضي أنها تحب؟ أبدا، لا تحب ولا تبغض، ما فيها شيء، مخلوقات جمادات أو حيوانات ما فيها ما يقتضي أنها تجعل شريكة لله وشبيهة لله، وهي خلق من خلقه سبحانه وتعالى. يحبونهم كحب الله. والمحبة هي أعظم أنواع العبادة، المحبة هي أعظم أنواع العبادة. المحبة على قسمين، قسم الأول المحبة التي معها ذل وخضوع للمحبوب، هذه محبة عبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. المحبة التي معها ذل وخضوع للمحبوب هذه لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأنها عبادة، والعبادة حق لله جل وعلا. ولهذا العلماء عرفوا العبادة فقالوا العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا تعريف العبادة، غاية الحب
مع غاية الذل والخضوع. ثم بقية أنواع العبادات تدور على المحبة. لما أحبوا الله جل وعلا هذه المحبة عبدوه بجميع أنواع العبادات. هذه المحبة تسمى محبة العبادة، وهذه لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. فمن صرفها لغير الله وأحب غير الله مع ذله وخضوعه له فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والنوع الثاني من المحبة محبة طبيعية ليس معها ذل ولا خضوع، كما يحب الإنسان المال ويحب الأولاد ويحب زوجته ويحب والديه ويحب إخوانه ويحب أصحابه، هذه محبة طبيعية ما معها ذل ولا خضوع، وليست هي محبة العبادة، إنما هي محبة الاقتران والمصاحبة، محبة الاقتران والألفة والمصاحبة، ليس فيها شرك، وليست لأنها ليس معها ذل ولا خضوع، بل تسمى محبة طبيعية. ومحبة الله سبحانه وتعالى التي معها الذل والخضوع لله هذه محبة العبودية، ولها الله جل وعلا يحب عباده. الله جل وعلا يوصف بأنه يحب عباده محبة رحمة وفضل منه سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين. يحبهم ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والله يحب عباده المؤمنين والمتقين والمتطهرين والتوابين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية. وكذلك عباده المؤمنون يحبونه سبحانه وتعالى، يحبونه حبا لا يساويه حب، أعلى المحبة، يحبون الله جل وعلا. وهذه المحبة محبة العباد لله هي محبة العبادة والذل والخضوع. ومحبة العبد لله لها علامات، ما كل من ادعى أنه يحب الله يكون صادقا، بل لا بد من دلائل على محبة الله. أولها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
هذه آية الامتحان. من ادعى أنه يحب الله نظرنا، فإن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو صادق، وإن كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، لأن الله جعل علامة محبته سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية نزلت في اليهود لما ادعوا أنهم يحبون الله جل وعلا، الله أنزل هذه الآية يمتحنهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلما أبوا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دل هذا على أنهم كاذبون في محبتهم لله، في دعوى محبتهم لله. وكذلك كل من ادعى غير اليهود، كل من ادعى أنه يحب الله فإن كان صادقا فلا بد أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه كاذب، وإلا فإنه كاذب في دعواه في اليهود وغيرهم. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أن يحب ما يحبه الله، أن يحب ما يحبه الله ومن يحبه الله، فيحب الأعمال الصالحة، يحب الإيمان، يحب الطاعات. فإذا أحب الطاعات وأحب العبادات وأحب التقرب إلى الله فهذا دليل على محبته لله سبحانه وتعالى. إن كان يكره الطاعات ويكره العبادات التي شرعها الله هذا دليل على أنه كاذب في دعواه. كاذب في دعواه. ولهذا يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فعلامة محبة الله أن تطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمرك به، وأن تجتنب ما نهاك الله عنه. أما إن كنت تدعي محبة الله وأنت لا تطيعه هذا تناقض، هذا كذب. وكذلك يحب من يحبه الله، وهذه هي المحبة في الله، المحبة في الله، لأن يعني تحب عباد الله الصالحين وتواليهم، تحب المؤمنين، تحب المتقين، تحب الملائكة الكرام، تحب الأنبياء والمرسلين، تحب عباد الله الصالحين. هذه هي المحبة في الله جل وعلا. وتبغض من يبغضهم الله من الكفار والمنافقين والعصاة، تبغضهم لأن الله يبغضهم، فأنت تبغض ما يبغضه الله، وهذا هو المعاداة في الله عز وجل، هو المعاداة في الله. فتبغض ما يبغضه الله، والله عدو للكافرين كما قال تعالى: فإن الله عدو للكافرين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموت. فأنت تبغض هؤلاء لأن الله يبغضهم، لأنهم أعداء الله سبحانه وتعالى، فلا تحب الكفار
ولا تحب المنافقين ولا تحب العصاة محبة خالصة، بل تحبهم من ناحية ما فيهم من الإيمان وتبغضهم من ناحية ما فيهم من المعصية. فالكفار والمنافقون يبغضون بغضا خالصا ليس معه محبة، والشياطين والكفرة تحب تبغضهم بغضا خالصا ليس معه محبة. أما فسقة المؤمنين وعصاة المؤمنين فأنت تحبهم لما معهم من الإيمان وتبغضهم لما معهم من المخالفات، هذه علامة محبة الله عز وجل، أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله سبحانه وتعالى. وكذلك من علامة الأمر الثالث من علامات محبة الله أن تقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك. أنت تحب المال، تحب الأولاد، تحب إخوانك، تحب بلدك، هذه محبة طبيعية كما سبق، ليست محبة عبادة، محبة طبيعية. لكن إذا قدمتها على محبة الله فهذا دليل على أنك لا تحب الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان من يتولهم منكم فأولئك هم الفاسقون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله جل وعلا فإنه فاسق خارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. من علامة محبة الله أن تقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك، ولهذا جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه علامة محبة الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نزن أنفسنا مع هذه المحبة. المحبة أمرها عظيم، لها علامات دلالات تدل على وجودها أو عدمها، فكل إنسان ينظر نفسه مع محبة الله سبحانه وتعالى. ما كل من قال أنا أحب الله يكون صادقا حتى تتحقق فيه هذه الأدلة الدالة على صدقه. نرجع إلى الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. للعلماء فيها قولان في تفسيرها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. القول الأول أن المشركين يحبون الله ولكنهم يحبون معه غيره،
فمحبتهم فيها شرك، لأنهم أحبوا الله وأحبوا معه، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن أحب الله وأحب معه غيره فهو مشرك. وهذه تسمى المحبة مع الله، المحبة مع الله، محبة الشرك. فالمشركون يحبون الله، يعترفون بنعمه ويعترفون بربوبيته فيحبونه من أجل ذلك، لكنهم يحبون معه غيره، يحبونهم كحب الله أي كما يحبون الله، هذا شرك. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لله. المشركون يحبون الله، والذين آمنوا يحبون الله، ولكن محبة المؤمنين أشد من محبة الكفار لله. لماذا؟ لأن محبة الكفار لله مشتركة، ومحبة المؤمنين لله خالصة، لا يحبون معه غيره، فصارت محبتهم لله أشد من محبة المشركين لله. فهذا فيه دليل على أن المشركين يحبون الله، ولكن لما أحبوا معه غيره صاروا مشركين، كمن عبد الله وعبد معه غيره لا تنفعهم عبادته لله، وكذلك هؤلاء لا تنفعهم محبتهم لله ما داموا لم يخلصوها لله عز وجل كما أخلصها المؤمنون. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أن المشركين يحبون أصنامهم محبة شديدة كما يحب المؤمنين، كما يحب المؤمنون الله جل وعلا. على هذا المعنى المشركون لا يحبون الله، وإنما يحبون أصنامهم محبة تعادل محبة المؤمنين لله عز وجل. والمعنى الأول هو الصحيح، المعنى الأول أن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره، فصارت محبتهم لله شركية، هو المعنى الصحيح، وهو الذي تمشى مع سياق الآية الكريمة: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله. لأن محبة المشركين غير خالصة لله، محبة المؤمنين خالصة لله سبحانه. ثم بين سبحانه مصير المشركين يوم القيامة وماذا ينتهي إليه أمرهم مع هذه المحبوبات التي أحبوها مع الله أو أحبوها بدلا من محبة الله، على المعنيين ماذا يكون مصيرهم يوم القيامة. قال سبحانه: ولو يرى الذين ظلموا، الذين ظلموا من هم الذين ظلموا؟ الذين أحبوا هذه المعبودات من دون الله. لماذا ظلموا؟ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهم وضعوا المحبة في غير موضعها فصاروا ظالمين. والشرك ظلم، الشرك ظلم، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، هذا هو الظلم. ولو يرى الذين ظلموا، أي الذين أحبوا الأصنام والمعبودات من دون الله، لو تصوروا مصيرهم يوم القيامة
وما يؤول إليه أمرهم لتركوا عبادة غير الله ولتركوا محبة الأصنام، لكنهم لم يتصوروا، لأنهم ليس عندهم إيمان باليوم الآخر وما يكون فيه. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذا عاينوا العذاب يوم القيامة، يوم القيامة يعاينون العذاب، أما في هذه الدنيا فإنهم لا يعاينون ما في الآخرة من العذاب، لكن أخبرت عنه الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم لا يصدقون الرسل، ولذلك تمادوا في غيهم. أما الذين صدقوا الرسل فإنهم استعدوا ليوم القيامة وأفردوا الله جل وعلا بالمحبة والعبادة، أما هؤلاء فإنهم ركبوا رؤوسهم واتخذوا معبودات من دون الله عز وجل أحبوها، هذه المحبة التي بينهم وبين معبوداتهم في الدنيا تنقلب عداوة يوم القيامة، تنقلب عداوة يوم القيامة. فكل من أحب غير الله جل وعلا فإن محبته لذلك الغير يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقال: إنما اتخذتم أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. في يوم القيامة يتبرأ المعبود غير الله ممن عبده وتقع بينهم العداوة ويتلاعنون يوم القيامة: يلعن بعضكم بعضا. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هذا مصيرهم يوم القيامة، يتلاومون ويتلاعنون ويتباغضون والعياذ بالله، يتباغضون يوم القيامة، تنقلب هذه المحبة عداوة. فالذي عبد الشيطان، الشيطان يتبرأ منه يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا ما يقوله الشيطان يوم القيامة لأتباعه، تبرأ منهم، يتبرأ منهم ويقول: أنتم، أنتم الذين أهلكتم أنفسكم، أنا ما أجبرتكم على اتباعي، إنما دعوتكم فقط ولم أجبركم، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. هذا موقف الشيطان يوم القيامة من أتباعه. الملائكة عليهم السلام عبدوا من دون الله، عبدهم المشركون، في يوم القيامة يتبرؤون ممن عبدهم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. وكذلك الأولياء والصالحون يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هل يعبدون القبور الآن ويعبدون الأولياء والصالحين والحسين وعبد القادر الجيلاني وإلى آخر والبدوي؟ يوم القيامة يتبرأ منهم هؤلاء في أصعب مكان، يتبرؤون منهم، يتبرؤون منهم. وإذا حشر الناس بلا يكفي أنهم يتبرؤون منهم بل يعادونهم، بل هذه المحبة أندادا يحبونهم كحب الله صير يوم القيامة بغضة. من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أموات ما يسمعون، أو جمادات أحجار وأشجار ما تسمع، ولو سمعت ما استطاعت الإجابة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولا يكفي هذا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة يتبرؤون منه. في الدنيا لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يقدرون على الإجابة. وفي الآخرة يكفرون بشرككم يعني يجحدونه، يقولون أبدا نحن ما أمرناكم أن تعبدونا. الذين عبدوا المسيح عليه الصلاة والسلام، عبدوا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام رسول الله في يوم القيامة، قال الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا موقف المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ممن عبدوه في الدنيا وقالوا إنه هو الله أو هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة. يوم القيامة يتبرأ من هؤلاء ويصدقه الله جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. تبرؤون. كل المعبودات من دون الله تتبرأ، الملائكة، الأولياء والصالحون، الرسل، حتى إبليس، حتى إبليس يتبرأ كما سمعتم في الآية. ولو يرى الذين ظلموا، يعني لو يعلمون، يرى يعني يعلم، ولو يرى الذين ظلموا أي أشركوا بالله عز وجل في هذه الدنيا إذ يرون العذاب يوم القيامة، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب وأن القوة لله، القوة لله جل وعلا، أن القوة لله في يوم القيامة، يعرفون أن القوة كلها لله وليس، وكل مخلوق فهو ضعيف، وهؤلاء الذين عبدوهم هم فقراء ضعفاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن القوة لله
وأن الله شديد العذاب، شديد العذاب، ما فيه أشد من عذاب المشرك يوم القيامة، ما فيه أشد من عذاب المشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هل بعد هذا، هل بعد هذا تحذير؟ الله حذر عباده في الدنيا، أقام عليهم الحج، ولو يرى الذين ظلموا، يرى يعني في المستقبل يوم القيامة، لو يعلمون ما أمامهم لما أهلكوا أنفسهم فعبدوا غير الله في هذه الدنيا. إذ يرون العذاب، أي حين يرون العذاب يوم القيامة، ولا لهم منه مخرج ولا محيص. يوم القيامة ما لهم مخرج من العذاب ولا محيص. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، ما نحيل أبدا. إذ يرون العذاب أن القوة لله سبحانه، وأما هذه المعبودات فإنها ضعيفة ليس لها قوة، هي ضعيفة في أنفسها لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تملك ذلك لغيرها؟ وأن الله شديد العذاب، والعياذ بالله، ما فيه أشد من عذاب من أشرك بالله. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأ الذين اتبعوا على الباطل، وكل من اتبع أحدا على الباطل فإن هذا المتبوع يتبرأ منه يوم القيامة. دعاة الضلال اللي يدعون إلى الشرك، يدعون إلى التمرد على دين الله، يدعون إلى الإباحية والسفور اليوم، يدعون إلى الانحطاط والخروج من الدين، من استجاب لهم فإنهم يوم القيامة يتبرؤون منه. إذا عاين العذاب وصل العذاب وصل النار، هؤلاء دعاة الضلال يتبرؤون منه يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأ المتبوعون على الضلال يتبرؤون ممن اتبعهم يوم القيامة. إن اتبعناكم في الدنيا وين نروح؟ يقول: ما علينا منكم، إن نحن مشغولون بأنفسنا ونحن ما أجبرناكم على أن تتبعونا، أنتم اللي اخترتم اتباعنا. كما قال سيدهم ورئيسهم الشيطان، كما قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فكل من اتبع أحدا على الباطل في هذه الدنيا فإن هذا المتبوع يتبرأ منه يوم القيامة. أحوج ما يكون إليه وأشد ما يكون إليه. إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هذا عام، تبعوا في الشرك، اتبعوا في معصية الله، تبعوا في تحريم الحلال وتحليل الحرام، تبعوهم في معصية الله سبحانه وتعالى. الآية تشمل كل من اتبع أحدا على الباطل فإنه يتبرأ منه يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، رأوا العذاب، عاينوه في الدنيا، ما عاينوا عذاب الآخرة، إنما يخبرون عن خبر إن الآخرة فيها نار وفيها عذاب وفيها عقاب، خبر جاء عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن هؤلاء لم يصدقوا الرسل، قالوا: أبد، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر،
ما هنا آخرة ولا هنا عذاب في الآخرة، هذا وهم، يقولون كذا. لكن في الآخرة يعاينون ما أخبروا به في الدنيا، يعاينونه معاينة، ما فيه مجال للشك. وليس الخبر كالمعاينة. ورأوا العذاب، وش اللي بيخلصهم من هالعذاب؟ ما لهم، ما عملوا أشياء في الدنيا تخلصهم من هذا العذاب. الذي يخلص من هذا العذاب هو طاعة الله وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام، هذا اللي يخلص من العذاب. أما طاعة غير الرسل فإنها لا تخلصهم يوم القيامة. رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم الأسباب التي تنجيهم من هذا العذاب، لأنهم ما اتخذوا أسبابا في حياتهم الدنيا تنجيهم من عذاب الله بالإيمان بالله ورسله واتباع دعاة الحق وهداة الحق، ما اتخذوا أسبابا منجية، بل اتخذوا أسبابا مهلكة انقطعت يوم القيامة. وهؤلاء الذين أحبوهم في الدنيا انقطعت المحبة وصارت عداوة، صارت عداوة، إذن لا مخرج لهم من النار. قال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. أعمالهم التي في الدنيا وهي الشرك والكفر واتباع المعاصي والشهوات المحرمة، يريهم الله إياها يوم القيامة لأنها محصاة عليهم ومكتوبة عليهم في الدواوين، لا مجال لأن ينكروها. يريهم الله أعمالهم التي عملوها في الدنيا من أجل الزيادة في تعذيبهم والعياذ بالله. يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، هذه زيادة عذاب، ما يدخلهم النار على طول، وإنما يريهم أعمالهم السيئة القبيحة لأجل الزيادة في تحسرهم والعياذ بالله. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. والأشد من ذلك: وما هم بخارجين من النار، لأنهم ما جاءوا بشيء يخرجهم من النار، ما قدموا شيئا يخرجهم من النار والعياذ بالله. النار لا ينجي منها إلا تقوى الله، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا ينجي من النار يوم القيامة إلا تقوى الله ومحبة الله جل وعلا والإخلاص له، هذا هو الذي ينجي من النار. حتى لو عذب المؤمن في النار بسبب معاصي وسيئات فإنه يخرج منها، لا يخلد فيها، كما صح بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن وإن دخل النار بذنوبه فإنه يعذب بها ما شاء الله ثم يخرج منها، وإن شاء الله غفر له ولم يدخل النار أصلا. أما هؤلاء فإنهم ليسوا بخارجين من النار، لا مطمع لهم الخروج من النار. فدلت هذه الآية على أن المشرك خالد مخلد في النار، وأن الكافر خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا.
نسأل الله العافية والسلام. فهذه آيات عظيمة يا عباد الله، والله آيات عظيمة تصور لكم، تصور لكم المصير يوم القيامة، وماذا يكون ممن، ماذا يكون لمن عصوا الله وتكبروا عن طاعته وعصوا رسله، ماذا يكون مآلهم يوم القيامة، وما هم بخارجين من النار، ما لهم طمع في الخروج، خالدون مخلدون في النار، نسأل الله العافية. هذه عاقبتهم، وهذا مآلهم، وهذا مصيرهم. فعلينا أن نتفكر يا عباد الله، نتدبر القرآن، نتدبر هذه الآيات وغيرها من كتاب الله، حتى نستعد لهذا اللقاء وهذا اليوم العظيم الذي لا ينجي منه إلا تقوى الله سبحانه وتعالى واتباع رسله وعباده المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا، وأن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شر شرارهم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه وينصر أولياءه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم اكفنا شر الأعداء والحاسدين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. واغفر لنا وارحمنا وتب علينا. إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل يجوز أن يؤذن الصبي الغير مميز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجوز أن يؤذن الصبي غير المميز، لأنه ليس له نية، والأذان عبادة، والعبادة لا بد لها من نية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصغير الذي دون التمييز ليس له نية، أما المميز يصح أذانه لأنه ينوي، تصح منه الصلاة، يصح منه الصيام، ويصح منه الدعاء والأعمال، لأنه عنده نية وعنده قصد. نعم. يقول: من كان مجروحا في يده أو قدمه ووضع قماشا على الجرح، ماذا يفعل عند الوضوء؟
هل يمسح عليها أم ينزع قطعة القماش ثم يعيدها إذا توضأ؟ لا ما ينزعها إذا كان قطعة قماش أو جبيرة على جرح أو لصوق على جرح في عضو من أعضاء الوضوء، فإنه يكتفي بالمسح على الحائل على الجبيرة أو على اللصوق أو على الشاش الذي على الجرح، يمسح عليه، يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ووضوءه صحيح إن شاء الله. نعم. كم عدد ركعات صلاة الضحى ومن جلس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ثم خرج من المسجد دون أن يصلي، هل ينطبق عليه أجر عمرة تامة؟ لا ما ينطبق عليه إلا إذا فعل ما جاء في الحديث أنه يجلس في مصلاه بعد الفجر يذكر الله حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين، لذلك يحصل على أجر عمرة تام. وأما صلاة الضحى فأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام، ووقتها يمتد من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت لصلاة الضحى وهي سنة مؤكدة. نعم. يقول لو أن شخصا استيقظ من النوم بعد طلوع الشمس كيف يقضي صلاة الفجر؟ يبادر، يستيقظ يبادر يتوضأ ويصلي الفجر، قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لكن يصلي قبلها الراتبة، يصلي قبلها الراتبة ثم يصلي الفجر. نعم. قدمنا لأداء العمرة وقد أديناها ولله الحمد وكان لنا عمل في جدة ورجعنا إلى مكة، هل يجب علينا الإحرام بالعمرة مرة أخرى؟ ما يجب عليكم الإحرام مرة أخرى إلا إن أردتم الأجر وزيادة الأجر، إنكم تحرمون بعمرة ثانية من جدة وتؤدونها زيادة خير، وإذا لم تريدوا فلا يلزمكم هذا. نعم. عندما أكبر للصلاة يأتيني شعور داخلي حار في قلبي ووساوس، فما هو العلاج؟ العلاج أنك تترك الوسواس ولا تلتفت إليه، تستعيذ بالله من الشيطان وترفضه رفضا تاما ولا تلتفت إليه ولا تهتم به، ويزول عنك بإذن الله. يقول ما القصد من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من لم يكن في بيته تمرا فأهله جياع؟ نعم الحديث صحيح، بيت ليس فيه تمر أهله جياع، لأن التمر يمتاز على غيره لأنه قوت صالح للاستعمال في أي وقت، ما يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج إلى إدام ولا يحتاج إلى شيء، طعام جاهز، فهو أفضل الأطعمة من هذه الناحية. واللي ما فيه البيت اللي ما فيه تمر يفقده أهله، يفقدون التمر، يمسهم شيء من الجوع، لأنهم إذا احتاجوا شيء يحتاج إلى طابخ ويحتاج إلى إعداد، خلاف التمر فإنه طعام جاهز. نعم. يقول هل من نصيحة لمن يرددون ما تردده وسائل الإعلام عن الإرهابيين والبعض يلقبون المجاهدين بهذه الكلمة، وهل هذه الكلمة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإرهاب قسمان، قسم مشروع وهو إرهاب الكفار أعداء الله ورسوله، المسلمون يرهبونهم بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم،
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا إرهاب مشروع، إرهاب أعداء الله. إذا لم نرهبهم أرهبونا، إذا لم يرهب المسلمون الكفار فإن الكفار يرهبون المسلمين ويتسلطون عليهم. أما النوع الثاني وهو الإرهاب بغير حق، الإرهاب للاعتداء على الناس بغير حق، ترويع الآمنين، الاعتداء على الأطفال وعلى النساء وعلى الشيوخ، الاعتداء بغير حق، هذا حرام ولا يجوز. نعم. يقول هل هذه الكلمة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتطلق؟ في القرآن ترهبون به عدو الله وعدوه، لا في القرآن. نعم. ما حكم لبس البنطال الأفرنجي أثناء العمل للرجل؟ الأحسن الإنسان يستعمل الملابس المعتادة في البلد ولا يلبس ملابس غير معتادة في البلد، وإذا احتاج إلى لبس البنطال في العمل لأنه أخف له لا بأس بذلك. المهم أنه يستر عورته باللباس، وإذا كان لبس البدلة في العمل أخف له وأنسب له فلا بأس بذلك. نعم. هل يجوز أن نقول قال الشارع أو المشرع صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس. الشارع في الأصل هو الله جل وعلا، الشارع في الأصل هو الله الذي يشرع لعباده، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. نعم. يقول في بلدنا فرض علينا نظام الاختلاط للبنين والبنات في المدارس الأساسية مما أدى إلى نزع الحياء والستر لدى البنات نتيجة لكثرة الاختلاط بالأولاد، بالإضافة ناهيك عن المشاكل الأخرى من التحرش الجنسي والاغتصاب، هل من أمر بهذا القانون ينطبق عليه الأمر بالمنكر؟ وهل نمنع بناتنا من الدراسة في هذه المدارس؟ لا شك أن هذا العمل منكر، العمل الاختلاط وأسباب الفتنة بين الذكور والإناث هذا منكر عظيم، ومن أمر به فهو آمر بالمنكر، مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. أما أنتم اعزلوا بناتكم عن هذه المدارس، درسوا